ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الآباء الكرام والإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يجمع بينهما على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بينهما الألفة والمودة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغدق عليهما وأن ينعم عليهما بالمال والعيال والعفة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كلمة قصيرة في هذا الزواج الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الآيات العظيمة، وده كل أخواننا من نعم ربنا سبحانه وتعالى على العباد، ونعم الله عز وجل تقابل بالشكر، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. فربنا سبحانه وتعالى من منه وفضله تبارك وتعالى أن يسر للناس هذه الأحكام وهذه الشرائع العظيمة التي يكون بها صلاح العباد والبلاد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولا يكون صلاح الناس إلا باتباع ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الزواج من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والآيات هي العلامات التي تدل على عظمة الله عز وجل وعلى استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة. والآيات نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. المسلم يا أخواننا في كل أموره، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول شنو؟ أنا أول المسلمين. فالإنسان يا أخواننا جميع ما شرعه الله عز وجل وجميع ما جاء في القرآن يدله على أمر عظيم هو من أجله خلق الله الجن والإنس، وهو أن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أو تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والمسلم يا أخواننا ما في حاجة يسمى ده زول بيعبد الله وده زول ما بيعبد الله، أو ناس عبادة الله ديل في الخلاوة أو في التقابة أو كده، ولكن المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى في حياته كلها كلها. الصلاة عبادة، في زواجه عبادة، عرفت؟ في صيامه عبادة، في ذبحه لله سبحانه وتعالى عبادة، وغيرها من الأمور. كل أيامه وكل حياته هي عبادة لله سبحانه وتعالى. ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وحتى أخواننا الإنسان يتأمل، الإنسان بعد ما ربنا شرع له الزواج إنه يمشي بالدرب العديل، ما يمشي يلف ويدور ويكون داري حصن نفسه ويمشي يطلب البنت التي عندها من الدين والخلق ما يكون كفءا له، ويكون هو زول عنده دين وخلق، ثم يذهب ويتقدم ويزوج ويشهر ويشرع هذا الكلام بين الناس. لماذا؟ لأنه جاء بالحلال وجاء بما أمر الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك الإنسان زي ما عبد ربنا سبحانه وتعالى ومشى بالدرب العديل في الزواج، عليه أن يكون كذلك في سائر أموره. فهمت؟ يعني ما زول مشى في الزواج عديل، بعد شوية يتزوج يقعد له كم سنة ما ولد، يقوم يمشي يخلي ربنا سبحانه وتعالى ويذهب إلى البشر والمخلوقين والأموات والأحياء يطلب منهم الذرية والمدد. ربنا سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها. ربنا بيحكي لك حال كثير من الناس، ربنا أنعم عليه، أداه صحة وأداه شباب وأداه عافية وأداه مال ورزقه بزوجة صالحة، ده كله رزق. لما ربنا سبحانه وتعالى اختبره أخر منه الولد، ربنا سبحانه وتعالى قال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما، يعني المرأة والراجل بيسأل ربنا سبحانه وتعالى يديهم ولد صالح. العلماء قالوا صالح يعني سالم من العيوب، يم ولد صحيح. ربنا قال: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. ربنا قال: فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا. بعد ده ربنا سبحانه وتعالى دار يوريك آياته العظيمة، وإنه ما في أحد يستحق العبادة. ليه ما بيستحق؟ لأنه الحاجات دي ما بيقدر لها. ربنا قال: أيشركون مع الله ما لا يخلق شيئا، ما بيخلق حاجة مع الله. أسي في ناس تلقاهم خايفين لهم من زول ميت، ربنا قال لك ما خلق حاجة مع الله. ربنا تحداهم بالذباب بالضبانة، ربنا قال في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ذباب العلماء كما قال القرطبي عليه رحمة الله قال مفرد، يعني ضبانايا واحدة. شوف ربنا ما تحدام بناقة ولا تحدام ببقرة ولا بغنمايا ولا خروف، ربنا تحدام بشنو؟ بضبان، عشان يوريك إنه ده ما عنده حاجة. ربنا قال لك ما بيخلقه، ربنا قال الضبانة ذاتها كثيرة على الزول ده، كثيرة عليه. ربنا قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا، الضبانة بتجي تقلع. الله يكرمك، هسي شفتها مثلا هنا جنب الأكل وكذا، في ضبانة بتجي تستاذن تقول يا ناس السلام عليكم، وتجي خاشية. ما في، دي ذاتها من آيات الله، ذاتها من آيات الله. ربنا قال لك ما بيقدروا يرجعوا الأكلة شنو؟ الضبانة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، أي لا يستخرجوه منه. ربنا قال: ضعف الطالب والمطلوب. كيف مخلوق زي ده ما بيقدر يعمل ضبانة؟ ربنا قال: لو اجتمعوا له الليلة. تعال شوف في البلد دي ناس عندهم عقائد، في ناس كتار أموات، يقول لك الولي بيقول للشيء كون فيكون، ده في التلفزيون بتاع النيل الأزرق. يقول لك الشيخ بيدي جنة في كل بلد، كم حل عقد، كم أدى ولد في كل محل، يربط ويحل غير مس وتفل كم أدى طفل. قال بيدي الجنة، شوف الكلام ده. وربنا قال لك كلهم لو اجتمعوا كلهم ما بيقدروا يخلقوا ضبانايا واحدة بس، خليك من تدي ولد وكده. عشان كده شوف الآيات دي عظيمة كيف، دي كلها يا أخواننا بتدل المسلم إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. عشان كده قالوا زيد بن عمرو بن نفيل ده كان من البقايا من كان على دين إبراهيم عليه السلام، وهو عم عمر بن الخطاب، عمه طوالي، عم عمر بن الخطاب طوالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته في الجنة. ده كان ما حضر الرسالة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان قلبه ده ما بيعرف إلا الله. وكان بيقول لناس قريش، كان بيقول لهم: الشاة خلقها الله، ربنا خلقها، وأنبت لها الكلى وأنزل لها الماء، تذبحونها لغير الله. زول يقول لك: والله أنا إحنا غايته لنا كم سنة ما جبنا ولد، لكن يا شيخ
والله الموضوع ده تقضي لنا. شوف ذاته العقيدة خربانة كيف يقول لي الموضوع ده والله تقضي لنا. أنا أجيب لك أبو أربعة، أجيب لك خروف يقول له يا زول الخروف ده خلقه الشيخ ولا خلقه الله؟ أنت تسأل ربنا. شوف نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما كان عنده ولد، زكريا عليه السلام ربنا قال وزكريا إذ نادى منه نادى، لأنه الأمور كلها عند الله. الشيخ ده بيجيه ملارية تلقاه بيترقط فهمت، وبيجيه حصحاصة، شيخ الزريبة جاته حصحاصة فهمت، بقى ينادي هيا أبو التاية وحامد بعصايا، خلى ذاته الرجال ذاته فهمت، وبدعوك بالأربعة والخلفاء الأربعة والسيدة مين والسيدة شعوانة وكلام كثير، خلى الرجال بقى ينادي في النسوان، ما بينفعوك ما بينفعوك. شكد ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هنا ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هو الخلق منه. ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شنو شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. عشان كده أخواننا الزول يعرف إن أموره كلها عند الله، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان لما تنزل بهم المصائب والفتن والمحن والمشاكل طوالب يلجوا لله والله بحل عليهم. ولذلك قال ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث حديث القدسي عن ربه تبارك وتعالى قال يا عبادي، شوف الحديث ده كيف يزيد إيمانك بالله. ربنا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كلنا بقينا في فضايا واحدة بس، قال فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. أسي نحن في الصيوان ديل عندنا كم حاجة حاجات نادي وسامة داود قروشه بتكفيها ما بتكفيها صح كويس. قال فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. ربنا قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا أخوانا أنا أخلي ربنا أمشي ليزول بيأكل محتاج؟ ما ربنا قال كده في القرآن، ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، ربنا قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو شنو يطعم ولا يطعم، ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. لما النصارى عبدوا عيسى من دون الله وعبدوا أم مريم، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم عيسى عليه السلام وأم مريم عليها السلام كانوا بيأكلوا الطعام. بيأكلوا الطعام معناه شنو؟ معناه اللي بيأكل ده بيحتاج يمرق الجوا بطنه ولا كيف؟ طيب انت تعبد لك زول بطنه ملانة حاجات زي دي؟ بالله عليك الله زول اللي بيمشي ليفكي ولا لشيخ ويمشي يبرك له ويدعى النعلات هناك وتلقاه خايف منه ويشيل البياض كويس؟ لأبوه أمه ما يعمل كده. ده التذلل بتاعه ده لو كان عمله لربنا سبحانه وتعالى ربنا ما كان اداه. عشان كده ربنا قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. ده انت تشكي للمخلوق، المخلوق أول حاجة ضعيف، بعدين المخلوق لو قضى لك حاجة يقوم بيتكلم بها. يعني ممكن انت مثلا مشيت لزول كويس وصادف انه دعا الله ربنا استجاب له، بعدها بيمشي يتبوبر بها في الحلال، والله طبعا جونا أولاد فلان وجونا قالوا دارين الفاتحة مرتهم دي 10 سنة تبقى انت حديث المجالس. لكن ده نادى الله، نادى الله نداء خفي زول سامع به وما في. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، شوف شك حاله نبي كريم عليه الصلاة والسلام، قال ربي إني وهن العظم مني، بقيت كبير لغاية ما شنو عظمي رقة، ده معناه شنو؟ ده الكبر ذاته. قال واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. بعدين شوف حسن الظن بالله، قال يا الله أنا ما حصل دعيتك وانت خيبتني، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أسي ناس يقول لك يا سابغ يا سابغ يا، يعني قبل تقول يا والشيخ بالفاق
ها؟ أو يقول لك يا رجال العلفون الأسرع من التلفون. والله جد. واحد قال يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لكرعية. واحد قال له ده حجاب ولا برولة. ها؟ شوف يا أخي أنت توكل على الله زي الناس. كويس؟ نادى الله بالليل، ربنا سبحانه وتعالى أدى ولد وسماه له ذاته. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبله سميا. عشان كده يا اخواننا شوف انت عقيدتك دي خليها في الله. عقيدتك دي النبي عليه الصلاه والسلام لانه كان اعظم الامه عقيده في الله. الصحابه رضي الله عنهم قالوا ما تحصل مصيبه الا نلقى الرسول قدام غزوه حنين. غزوه حنين النبي عليه الصلاه والسلام يعني جلي هوازن، قبيله اسمها هوازن، وهوازن ديل كانوا قاعدين فوق الوادي، الوادي ماشي لتحت وفيه شجر بتاع شوك اسمه العضاه، وكانوا مدسين ورا الشوك وساقوا معاهم حريمهم واموالهم. قالوا يا نحن متنا بحريمنا، يا نحن رجعنا وانتصرنا على محمد عليه الصلاة والسلام. فجو والمسلمين قالوا إنا لن نغلب اليوم من قلة، قالوا الليلة نحن بكثرتنا دي بنغلب. فلما بدأت المعركة فر كثير من المسلمين في بداية المعركة، فر كثير من المسلمين، وجاء في صحيح مسلم أو في البخاري منهم سلمة ابن الأكوع. أنت عارف سلمة ابن الأكوع ده سكيلو 10 أنفار بكراع رضي الله عنه، 10 أنفار بكراع. زور راجل ما في كلام، لكن يا أخواننا ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن ذاك ثابت، والعباس رضي الله عنه آخذ ببغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العدو والعباس شنو ماسك البغلة عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يمشي للعدو. وقال علي بن أبي طالب قال وإن الشجاع منا للذي يتقي برسول الله. دارت تعرف الراجل اليوم ديك مش اللي بيقف مع الرسول في صف واحد، اللي بيتغي به يعني الرسول يكون قدامه وهو يكون واقف كده. الرجاله دي جات بشنو؟ كان عنده حجاب؟ كان عنده ودعه؟ ها؟ كان بيخاف ليه من بيان؟ يا اخي الليله بيان يجهجها الحله كلها. والله انت الحمد لله في نعمه، والله تمشي حلال بيان بس مجهجها الحله كلها. زول يحلف لك بغير بالله كاذب، لكن لما يجي يحلف بالبيان ده ما بيحلف الا صادق. فده كل اخواننا من خراب العقائد. عشان كده اخواننا الزواج والانجاب وغيرها من الايات ربنا سبحانه وتعالى جعلها دليل، والانسان يتفكر فيها انه ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق العباده. وحده الذي يستحق العباده. ولازم انت تربي ولدك كده. التوحيد طبعا فوائده كثيره في الدنيا والاخره، من فوائده ولدك بيحترمك، ما بيحترمك لانه خايف منك، لانه خايف من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه حق الوالدين بعد حق ربنا تبارك وتعالى، ولأنه خايف من الله يعذبه لو ما طاعك أنت. ولذلك يا أخواننا الناس عليهم أن يعتنوا بهذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد، والذي هو إفراد العبادات لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأوعك من التلفزيون والقنوات القاعدين يجيبوا فيها الباطل ويصلوا فيها الشرك والضلال الموجود، واحد اسمه ليزيرك، واحد اسمه مين، شغالين للناس ودارين يعبدوا الناس. تبقى تخاف لك من بني ادم زيك، تشرب المويه بتاعت الوضوء بتاعته ويستحمى تشرب مويه الحمام بتاعه. يا اخي انا راجل يا اخي كده، خليك قبل اجيك للادله والايات، انا راجل اركع لي راجل زي ها اشرب لي المويه بتاعت الوضوء؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال الزول لما يتوضا الذنوب بتاعته بتخرج شنو؟ من الاطراف لغايه ما اخر قطره تخرج بالذنوب من كرعينه. يعني كده يفترض انه 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 مباح يعني، انت بتشرف في ذنوب الزول ده، انت ناقص؟ يا اخواننا شوف انت الانسان لما يفارق الطريق الصح بيقع في البلاوي زي دي. يقع في البلاوي زي دي. ولذلك يا اخواننا اهم ما يملك الانسان في الدنيا، اهم ما يملك العقيده الصحيحه. اهم حاجه تملكها. اهم حاجه تملكها تحافظ على نفسك، تحافظ على عرضك، تحافظ على اولادك. وفوق ذلك تحافظ على دينك وتتقي ربك سبحانه
وتعالى. أنا أقف إلى هذا الحد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وقدم أخونا الشيخ أبو بكر. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.